أما كلام المهم الأستاذ أحمد باشا قاله فيما يتعلق بمشاركة الشباب الكاشفة هذه المرة. المرأة عندنا دائما تواجد المرأة بشكل كبير، ولكن الشباب المرة دي جميع اللجان لم تخلو من طوابير للشباب. يعني الشغل اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت الهيئة في محافظات مصر كلها من مؤتمرات وندوات تثقيفية وأنشطة تتعلق بالوعي، فضلا عن أنه يعني هناك رافعة مهمة لابد برضو أن احنا ننظر لها بعين الاعتبار، وهو مؤتمر الشباب. شوف كام عدد بيشارك من الشباب. صحيح. ألاف من الشباب، واخد بال حضرتك، وانت بتشوف التجارب والمحاكاة وبتصنع الأمل وتتعهد أمام هذا الجيل بالأمل. خد بال حضرتك، كل هذه الأنشطة تساوي التعهد بالأمل والطموح. نعم. أدرك الشباب، يعني الشباب خاصة أنه، طب أقول لحضرتك اللي انت شايفه، الشباب اللي انت يعني لو انت مثلا جيت تتكلم مع شاب ربما تسأله عن غزة قبل 7 أكتوبر، نعم، غير لما تسأله عن غزة دلوقتي. نعم. حجم الإدراك العام، طب هو الإدراك العام بيتابعه إزاي؟ بيتابعه من خلال موقف القيادة السياسية المصرية. نعم. موقف الدولة المصرية. نعم. عندما يشعر بالخطر تتأكد رسائل الدولة ليه بأنه مستقر ومؤمن، وأن لديه حماية تؤمن له مستقبله. وبالتالي هنا خد بال حضرتك من حاجة، أن جيل الشباب دلوقتي سابق بخطوات، مش مستني، هو سابق، هو ليه نظرة. يعني هو عايز ايه الشاب عايز ايه؟ عايز، ما خلينا نتكلم برضو بشكل بسيط، عايز يخرج في الشارع امن، عايز يقعد على كافيه، مش كده ولا ايه؟ عايز يركب مواصلات. مش طب لما تحكي له، لا بصص كمان بكره مستقبله بالظبط، ما هو مستقبله ده هلاقي شغل مش هلاقي بالظبط بلدي هتبقى ايه، ولما يشوف حجم المشروعات اللي موجوده في مصر واللي دخل على نهاية مرحلة رقمنة عامة. نعم. والشباب اللي هو راكب على هذه الموجة، موجة التكنولوجيا والرقمنة. نعم. لا، قال لك أنا هلاقي لي فرصة في البلد دي، مستقبلي هنا، وبالتالي هنا انتقل بحكم الوعي والثقافة والتثقيف والطموح والأمل من مرحلة السلبية أو يعني التكاسل إلى مرحلة الإيجابية والحرص الكبير على المشاركة. وما تنساش، خلينا نقول بس، نعم، ان احنا عندنا 124 نائب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من الشباب. عندنا نواب محافظين، وعندنا محافظين شباب، وعندنا، نعم، معاونين وزراء، نعم، شباب، وبالتالي وعندنا يعني تنسيقية شباب الأحزاب كلها. نعم. شباب شباب. والتنسيقية شوف بتعد وتقدم، نعم، كوادر للمجتمع. نعم. بامتياز الحقيقة ومن، نعم، مختلف الأطياف السياسية. نعم. وبالتالي هنا انت أمام مساحة يعني تنطلق من إيمان كامل بمن يحكم الدولة المصرية بالشباب. وهنا وفتح المجال العام للشباب والإيمان الكامل أيضا بإعطاء الفرص الكاملة للشباب. طب ما هو الشباب بيشوفوا ده متاح، وبالتالي عندهم أمال أيضا وطموحات إن كل واحد يتحقق في مكانه. طب كيف يتحقق ذلك من دون أن يكون هو إيجابي وحريص على المشاركة؟ وبعدين في يعني ده في جيل من الشباب الصغير، يعني أعداد ليست صغيرة، يعني السنة دي مطلعين البطاقة، كانوا حريصين جدا، نعم، على انهم يشاركوا في الاستحقاق ده اول مرة. نعم. وبالتالي هنا يعني الشباب ده يعني هو المستقبل. وما يحدث من حولنا من متغيرات في المنطقة والاقليم يدركها الشباب مبكرا. استاذ احمد، ربما اتكلم ايضا، اشار الى غزة وعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وانه ده نتيجة اللي حصل، والخوف والقلق والتهديدات والتحريض وغيره، انه كان ايضا داعم في اتجاه مصر، وايضا التوعيه اللي تمت على مدار الشهرين 3 اللي فاتوا بشكل مكثف جدا عن خطوره ما يحدث في غزه. شوف الموضوع في نظري ونظر الكثيرين يعني ابعد من غزه. خد بالك، احنا لازم نتكلم بشكل واقعي وعملي. نعم. يعني ده في قلب الحاله مش بره الحاله. يعني هنتكلم عن انتخابات الرئاسيه، طب اللي هيسمعنا هيفصل للحالة العامة المصرية العظيمة عن الوعي بمحددات أمن قومي؟ أكيد لا، مفيش فصل. شوف
طب بعد لما تخلص، واحد يسأل بعد لما تخلص اسرائيل من غزة تعمل ايه؟ هل كده يعني هتحط ايدها على خدها ونتنياهو وحكومته المتطرفة هتسكت؟ اكيد لا، هم عندهم مخططات. اول هذه المخططات مصر، الدولة المصرية. يعني الدولة المصرية هي قلب الخشافة زي ما بيقولوا، خد بال حضرتك. وبالتالي هنا الهدف والمستهدف هو الدولة المصرية، لانه احنا خد بالك احنا هو من امتى يعني ايش يعني من امتى كان حدودنا الشمالية الشرقية مسار تهديد حتى بالشكل الكبير ده بالشكل الكبير ده؟ خد بالك انت الان اصبحت رغم ان الجغرافيا والقدر ساق اليك جغرافيا تديك امتيازات الى انها ايضا مكلفة مكلفة. خد بال حضرتك مصر كده زي ما وصفها جمال حمدان من النيل من شبه زهرة ايه اللوتس. بص على الخريطة المصرية كده وتلاقيها الدولة دي بتقوي نفسها بنفسها وفي نفس الوقت تفيض على من حولها. طب هل هناك من يرغب في ان مصر تفيض على من حولها تصعد؟ اكيد لا. وبالتالي هنا تلاقي حدودك في الجنوب مشتعلة مش ملتهبة بس، حدودك الغربية ايضا اكثر اشتعالا حتى هذه اللحظة، حدودك في الشمال الشرقي زي ما احنا متابعينها في غزة. وبالتالي هنا ايه؟ طب انا الدولة المصرية بقوتها بعظمتها، الدولة اللي دخلت وعملت انتصار تاريخي ودرس حتى هذه اللحظة في اكاديميات ومعاهد العالم العسكرية نصر اكتوبر، القائد المصري هنا، القائد المصري، وانا بتحدث هنا مش عن المرشح عبد الفتاح السيسي، بتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه ياخد قرار وموقف ثابت وواضح امام العالم امام العالم. طب ما هو ده انعكاسات ده على الشارع المصري، ده مهم، لانه في النهاية انا محتاج ايه؟ محتاج اعيش في دولة قوية وقائد قوي. وخليني اقول لك النهاردة انا داخل اللجنة لجنتي وقفت لغاية لما جه دور، ان كان الطابور كبير، اتنين في الطابور بيتكلموا على غزة بيتكلموا على الحرب، فحد بيسأل حد فيهم بيقول له اتصور انا امبارح عرفت ان الرئيس كان مهتم ليه بتسليح القوات المسلحة من اول لحظة جه فيها؟ عرف امبارح بس. لا هو بيتكلم مع صاحبه. لا هو الراجل مش عسكري ولا خبير عسكري، الراجل مواطن بسيط. فالتاني يقول له ايوه ده لو ما كانش يعني عمل هذا التسليح للقوات المسلحة كانت مصر يعني في ازمة كبيرة جدا، وما كانش حد عمل لها حساب. هو ده لسان الناس دلوقتي، هو ده لسان الناس. الناس تدرك حجم الانجازات، لانه ايه؟ شوف وانا برضو بتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل يمتلك حدس تاريخي سباق سابق بخطوات. خد بالك موضوع التسليح القوات المسلحة ده كان امتى؟ في البدايات. لانه مش 2013 وزير الدفاع.